شاء الله جامع. الله تقرب وينك؟ وين رحت انت؟ ابو تعال 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 انت معجبني بس انه ما معك صوت ولا كنا بنسمع صوتك عبد الرحمن. لا بس رمى ما شاء الله قوي شخصيه، وانا تكلمت معه وشفت ما شاء الله كيف انه عنده ترى طلعناه بالسيره ها تذكر مشارك معنا في السيره النبويه. طبعا جزاك الله خير ابو عبد الرحمن العبود، وهو طبعا عنده نادي او موقع لتدريب الصغار للفروسيه في القصيم بالمذنب. فالصغار مهم جدا لهم الفروسيه حتى تقوى الشخصيه من خلاله. شكرا مخرجنا استاذ محمود، استاذ شريف، استاذ احمد، شكرا لكم. شكرا الحقيقه لابو عبد العزيز حبيبنا استاذ بدر حسين اللي اليوم حملني المسؤوليه كامله، ولا بالعاده يشاركنا وهو الاساس في الموضوع. شكرا شيخنا ابراهيم الحسين ابو صالح على طبعا جهوده في هذه القنوات. شكرا ابو حزام حبيبي، لنا لقاء وتجدد اللقاء ان شاء الله يوم السبت اللي هو غدا طبعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خير، ما قصرتوا، وفيتوا وكفيتوا. نصلي يا اخوه الصلاه، استعدوا للصلاه. الله يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لنا لقاء، تجدد اللقاء باذن الله، والسلام عليكم. We're gonna make it.